عاد خلصنا من التلفريك عاد شوف الغيوم بدت تنقشع. الحين بنسير حق الزهليقية هذيك اللي من هناك حاضر عاد تذاكرها من هنا لازم نقص تذاكرها. التلفريك من هناك والزحليقية من هنا شغالة شغالة ما وقفوها عشان المطر. لكن شوفوا احنا كنا هناك بس بدأ الغيم خلاص وقف المطر. أهم شيء عبرنا عن شعورنا وتسبحنا، هذا هو المهم، هذا هو مربط الفرس. احنا جايين أذربيجان نتسبح بالمطر وتحقق هذا الحلم. الحمد لله الحمد لله. عاد بعد شوية بنرجع يلا المهم نستمتع الحين برحلة ثانية مغامرة ثانية وبنشارككم بجانب هذا المغامرة الحلوة الجديدة. يلا يا خلايق شوف الناس شوف الناس شوف الأوادم شوف الطوابير. الله 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 باكر بخلص كام ما باكر بخلص. هذه شوف شو زحلقة وشوف الزحمة شوف الزحمة شوف العالم كل حد يبي يلعب كلهم مثلنا. عاد التذكرة للشخص 25 درهم للشخص والعربي يركب فيها شخص واحد الأجنبية 25 الشخص العربي للشخص الواحد يعني ما شخصين أو ثلاثة. بس يا هي خلايق ما تبي دورنا باكر كامة. عاد شوفوا الحال بعين وين كنا وين صرنا. كنا فوق بالأمطار والبروق والرعود والمطر الحمد لله. الحين جينا الشمس في كبد السماء وطابور طويل والشمس قاعدة تطبخنا. أهم شيء إن ملابسنا يبسة تتخيلوا لهالدرجة شمس حارة يعني الملابس خمس دقايق يبسة. يلا الحمد لله أرزاق أرزاق كله خير. ترى شو قلت لكم من ساعة يوم فوق كنت فوق قلت هذا النقطة الوحيدة من جيت أذربيجان اللي شفت فيها مطر وشفت فيها برد الحمد لله. يلا نكمل جولاتنا ومغامراتنا تحت ماشي مطر شمس صهدة حتى هناك فوق بعد خلاص الغيوم جالسة تغادر. يلا المهم عشتوا معانا الأجواء الماطرة الحلوة الباردة بالغيم السحاب والتلفريك استمتع. بعد الحين تبدأ أجواء المغامرة نقول انطلاق. شوفوا معاي جاهزين للانطلاق. يا سلام يا سلام بعد انتظار أكثر عن ساعة انطلقنا. يا سلام يا سلام يا سلام وعيشوا معاي انتوا كذلك هذه التجربة الجميلة. يا سلام you
تك دم تك 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 تك. أهم شيء تربعنا وخلاص. للحين هذا كله ترى صعود، مو صار اتوقع فوق عقب النزول وبطريقة انحدار. هناك اللعبة وقت النزول شمس حارة مالهم، والله شمسهم حارة، حرورة بعد المطر. والله حس اني قاعدة انطبخ، والله سياتني حمى من الشمس. اي والله شمسهم حارة. ولا احنا اللي ما نتحمل الحر؟ لا لا لا، والله شمسهم أحر عن شمسنا، تحرق تحرق. شفت تروح من هناك تاخذ لفة وتقعد تزحلط، خلاص كنا قاعدين نزحلط بالزحلطانة. عاد الحين وقفونا وقالوا لنا الحين بننزل، لازم انتم ماسكين البريكات طول الوقت، هذا البريك اوتوماتيك. الحين يعني معناته وقت الجد، دام هم وقفونا بمحطة فرامل ودنيا، يعني وصلنا لمرحلة الجد. قول بسم الله ننطلق. All the time I put it down. Horses, please. Okay. All the way you must okay. Watch this one and finish your open this okay. One. Thank you. Have a good day. Hey, بينا شد عضلي على هالوضع. اي والله. بسم الله. يا سلام. يا سلام. بس اسمع. عاد نسمع الناس من هناك تزعق. يا سلام. عجيبة. يا سلام. والله بريكات بريكات بريك سيستم وورك فاست. نبي نتزحلق. تيبست يديني واعلي عنها.
وابوي بالطير وقايتي. هي والله لحقت على وقايتي بالدقيقه الاخيره. عمري بنقلب. اي والله تيبست يدينا في بعد وحدة في عوانية اخرى. يديني عورتني. أوه. شنها سريعة ولا انها خطيرة وايد بعد. عادية بصراحة بس ممتعة. ممتعة. هذا النزلات اللي ممتعة. فينا طلع حد بالغلط. اوادم عرب ما شاء الله كل اللي باللعبة عرب. الله يسعدهم يا رب العالمين. قول آمين. من هناك مازلين حذرنا من فوق. خلايق تزاحك تخليك تخاف. يعني زعيق الاوادم يخليك تحس انه شيء صاير واخر شيء بروحهم ليسوا اجواء. ولا اللعبة تراها ما تخوف ابدا ما فيها شيء. عادية عادية جدا عادية. هم بروحهم الاطفال. بس يديني عورتني ماشي طريقة غير كذا. يديني عورتني. والله يديني تيبست. ماشي طريقة اللي استعين بريولي. حاجة جميلة. لا تقولوا ما عيشكم التجربة. عيشكم ابو التجربة. خلاص وصلنا. وصلنا بلادنا. وصلنا من وين طلعنا لنقطة البداية. وخلصت الجولة. عسى استمتعتوا. وصلنا خلاص لنقطة النهاية. جولة تستحق التجربة مرة واحدة. في مرة واحدة زينة. جزاك الله خير يا ريولي. هي والله استعنت بريولي. ها شوف الوضعية. يعني نازعني بعد هذا. اللعبة للأمانة تستحق ان نلعبها مرة واحدة. مرة واحدة كافية. المتعة فيها هي بأول مرة. لكن كل يوم كل يوم ما لها طعم. هي تجربتها حلوة المرة الأولى وعادية ترى جدا. لا أنها مخيفة ولا أن فيها شيء خطورة. بالعكس كانت جدا عادية. حتى شفتوني أنا ثبت ريولي. البريك كنت حاطت إنه بريولي. فشي خلصنا لعب ومناسة في هذا اللعبة اللي خذت من وقتنا 3 ساعات. ساعة وشي تقريبا انتظار عقب خلصنا لعب وردينا نزلنا. يعني مرة واحدة كافية. اللي جربها مرة واحدة بس كافية. واللي صار بعد احنا انه وصلنا فوق نزلونا ردوا مرة ثانية ركبونا عربات ثانية عقب ردينا نزلنا. يعني مش انه خط لاين واحد. لا فيها سيرة وردة. وسلامتكم. هذا كله فيه شهداغ.